يسعد لي مساكم مشاهدينا، وهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجميل والمتميز برنامج 7 على 7 اللي يطلع عليكم من الاحد والخميس المحمل بالمواضيع المتميزه والجميله. والحين خلوني امسي على زميلي علي. علي يسعد لي مساك. ومساك بالخير ان شاء الله والسعاده والطمانينه، واكيد مسي على مشاهدينا بالخير، وان شاء الله اليوم تكون حلقه مميزه ورائعه. طبعا نستعرض معاكم مجموعه من الاخبار والفعاليات اللي جبناها لكم من كافه امارات الدوله ومن اماره الفجيره على وجه الخصوص. سهام، باكر عندنا مناسبه رائعه تحتفل فيها الدوله، واكيد تعرفينها. اكيد. شو هي؟ المراه الاماراتيه. يوم المراه الاماراتيه، وطبعا نفتخر كلنا بانجازات المراه الاماراتيه وما وصلت اليه من طبعا انجازات، وايضا واماكن ومناصب، وكل في كل قطاع موجوده اليوم المراه الاماراتيه لها بصمه واضحه في مجتمعها، سواء داخل المجتمع او خارج الدوله. نعم، في الدوله وخارج الدوله. واليوم ايضا ما شاء الله نشوف يعني يمكن في بعض الاماكن كنا متعودين نشوف الرجال موجودين فقط، ولكن المراه اليوم شريكه اساسيه في كل القطاع. طبعا نعم. على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، تحتفل الامارات غدا بيوم المراه الاماراتيه وسط اهتمام ورعايه حكوميه وترحيب وثقه مجتمعيه، ويتزامن احتفال هذا العام مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي طبعا تعد نقله غير مسبوقه في مشاركه المراه في المجلس بعد قرار رفع تمثيلها برلمانيا الى النصف، وهو الذي أوجد طبعا حالة استثنائية في عدد المرشحات ونسب مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وكان أبرز دلالات نجاح فلسفة التمكين السياسي وصول عدد المرشحات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى 182 مرشحة ضمن القائمة الأولية مقارنة ب 76 مرشحة في الدورة السابقة. أصبحت المرأة اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا لا يتجزأ في تحقيق استراتيجيات بناء الدولة وتحقيق رؤيتها بأن تكون من أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بحلول عام 2021، ولا تألو القيادة الرشيدة جهدا في توفير الدعم لتمكين المرأة طبعا في كل المجالات. نعم علي، وقد بدأت مشاهدينا رحلة تمكين المرأة الإماراتية قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد المؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، من خلال دعم تعليم المرأة وإنشاء المؤسسات التي تعني بشؤونها وتوفر احتياجاتها وتدعم تمكينها وتعزيز مشاركاتها الفعالة في المجتمع. وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبرزت المرأة الإماراتية في الجانب الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من أجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد النسبة الأعلى على مستوى دول المجلس. وهناك كذلك 12,000 سيدة أعمال إماراتية بمعدل 45 مليار درهم في حجم استثماراتهم. صحيح سهام، وأيضا أكدت طبعا قيادات نسائية بالدولة أن المرأة الإماراتية حققت خلال العشر سنوات الماضية العديد من الإنجازات، وأصبحت شريكا فاعلا في عملية التنمية المستدامة. وقد تحقق هذا النجاح بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والرئيس طبعا الفخري لمجلس سيدات أعمال أبو ظبي، التي قادت مشروع تمكين وريادة المرأة في الدولة في طبعا من عام 2015-2021، كما عززت طبعا تمكين الإماراتية المكان المتميزة للمواطنة ورسخت إشراكها في التنمية، كما ساهمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية القدرات الإماراتية لتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها، إذ مكنت الدولة المرأة سياسيا ورفعت قدراتها، وتمتعت المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة للدولة طبعا بشخصية قيادية، وتبوأت مكانة رفيعة. نعم، وأكدت مرشحات العضوية لمجلس الوطن الاتحادي أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني للمرأة يعتبر قفزة نوعية نحو تمكين المرأة ومشاركتها في رسم حاضر الوطن ومستقبله، كما أشرنا إلى أنه بفضل دعم القيادة نجحت المرأة الإماراتية في تأكيد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية في الدولة. إذا أحب طبعا أقول إن شاء الله باكر بتكون في احتفالات جميلة ورائعة في كافة مؤسسات طبعا الدولة التي طبعا تخص
يعني في الامور المجتمعيه وايضا في كل القطاعات. اكيد أتوقع. وكذلك نحن باكر بتكون معنا حلقه خاصه استثنائيه طبعا صحيح. نحتفل بها بالمرأة الإماراتية، نحتفل فيكم يا سهام ونرفع راسنا فيكم دائما وابدا. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا الكرام، طبعا مواضيعنا اليوم متنوعه في حلقتنا، وبنسير وياكم وبنتطرق الى العمل التطوعي هو اسلوب حياه. 6391 مستفيدا من طبيه شرطه راس الخيمه خلال النصف الاول من العام الجاري. نعم، وألف نزيل ونزيلة يطرقون سوق العمل بشهادات وخبرات ودورات أيضا تدريبية. بنسلط الضوء كذلك على دبي للصحة في إطلاق دبلوم المؤثرين سبتمبر المقبل، ولنا وقفة كذلك مع برنامج سمارت برين. نعم، وأيضا ملتقى المرأة الإماراتية بنتطرق لإن شاء الله وإلى مواضيع كثيرة وعديدة إن شاء الله جلبناها لكم مشاهدينا الكرام من أخبار دولة الإمارات العربية المتحدة. ونروح الآن إلى أول موضوع معانا يا سهام، حيث عقد مركز محمد بن راشد للفضاء أمس مؤتمرا صحفيا في دبي لاستعراض تفاصيل مهمة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، حيث أن هذه التحضيرات طبعا المهمة بدأت في 3 سبتمبر 2018 من خلال عدة تدريبات لكل من هزاع المنصوري وأيضا سلطان النيادي تحضيرا للمهمة التي اقترب موعدها. المزيد في التفاصيل من خلال هذا التقرير التالي. عندنا الحين 16 تجربة علمية وبعض التجارب التعليمية مع الطلاب. 16 تجربة علمية هذه أكثريتها مرتبطة بكيفية تعامل جسم الإنسان مع الفضاء الخارجي، والتركيز اليوم إن هاي أول مرة يكون عندنا شخص من المنطقة العربية نقوم بالتجارب هاي عليه، فنبغى نعرف تأثير البيئة، بيئة الفضاء، تأثير الإشعاعات على جسم هزاع، ونقوم بدراسات مختلفة قبل الرحلة، وقت الرحلة وبعدها إن شاء الله. سلطان نيادي دوره طبعا مهم جدا. اول شيء سلطان نيادي وهزاع المنصوري بداوا بنفس المشوار ونفس التدريب، نفس البرنامج التدريبي. اليوم مؤهلينهم لخوض رحلات فضائيه، نفس ايضا نفس البرنامج التعليمي، نفس البرنامج العلمي، كلهم مثل ما تقول بالضبط نفس البرنامج التدريبي. دور سلطان نيادي ينتهي وقت اطلاق الصاروخ، لان دور سلطان نيادي انه يكون الرائد فضاء البديل، لا سمح الله حصل اي شيء في أي وقت للرائد الفضاء الأساسي هزاع المنصوري، سلطان نيادي ممكن يأخذ الكرسي هذا ويؤدي المهمة على أكمل وجه. عندنا في مركز محمد بن راشد الفضاء فريق المحطة الأرضية. هذا الفريق تكون من كوادر وطنية، مسؤول هذا الفريق مسؤول عن التواصل مع هزاع المنصوري خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية. راح يكون عندنا تواصل بشكل يومي لإدارة العمليات، استقبال المعلومات، وضع خطط العمل، وأيضا مراجعة هذه الخطط ومراجعة الاختبارات العلمية اللي راح تتم إن شاء الله في محطة الفضاء الدولية بشكل يومي، ونشوف نتائج هذه الاختبارات. هذا الفريق أيضا يقوم بالتنسيق أيضا مع الفرق الأخرى الموجودة للتواصل مع هزاع المنصوري في الجلسات الحوارية المباشرة. عندنا 5 جلسات حوارية مباشرة من خلال مقر مركز محمد بن راشد الفضاء، ورح ندعو الجمهور والطلاب للتواجد في المركز والتواصل مع هزاع المنصوري خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية بشكل مباشر، وطرح الأسئلة وأيضا مشاهدة الاختبارات العلمية المختلفة راح يقوم فيها خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية. قبل الانطلاق طبعا مثل ما تم ذكره في المؤتمر هو ان الرواد راح يمرون على تجارب نهائيه اللي هي الاختبارات النهائيه، وهذه الاختبارات تشمل التدريبات اللي مروا عليها خلال الفتره السابقه في روسيا، راح تشمل ايضا التدريبات على محطه الفضاء الدوليه، محاكاه محطه الفضاء الدوليه، وايضا محاكاه المركبه اللي هي سويوز. فهذه راح تكون اخر التدريبات ان شاء الله اللي راح يكونون فيها خلال تواجدهم في روسيا، وبعد هذا راح تكون ان شاء الله المغادره من روسيا الى بايكونور في كازاخستان. في هذه الفتره في كازاخستان ان شاء الله راح يكونون في عزل صحي لمده 2 أسبوع، وهذا العزل الصحي راح يكون فيه اختبارات طبيه بشكل يومي، وايضا بعد الاختبارات الاخرى اللي هي كرسي الدوران وبعض الاختبارات الثانيه. هم راجعين، نعم ان شاء الله راح تكون بعض الفحوصات الطبيه موجوده بناء هذا على الاختبارات اللي يحتاجونها الوكالات الاخرى. حياكم الله مشاهدينا.
التطوع في الإمارات ميزة ساطعة كالشمس لا يمكن إنكارها أو إخفائها، وتعمل حكومة الإمارات بجد على غرس مفهوم التطوع بين أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم العمل التطوعي من خلال خطط عمل مبتكرة لجعل التطوع أسلوب حياة مستدام. ضيفتنا اشتهرت بإخلاص ضيفتنا اشتهرت بإخلاصها وحب الناس لها، وباتت الجهات والمنظمون للفعاليات التطوعية يطلبونها لتنظم لهم نتيجة لإخلاصها وعطائها المتميز الذي لا تبحث فيه عن مقابل سوى خدمة وطنها ومحبة الناس. طبعا متحمسين أنا وسهام، كل واحد يبغى يعرف بالضيفة. واليوم ضيفتنا طبعا الوالدة أم سعيد، ناشطة اجتماعية تميزت بعطائها التطوعي. نرحب فيك، حياك الله أم سعيد. حياك الله. الله يحفظك. الله بالخير، وشكرا على إضافتي. الله يحفظك. يبارك فيك، وشكرا طبعا للمشاهدين الكرام. الله يحفظك أم سعيد، ما شاء الله عليك. نحن وين ما نشوف السوشيال ميديا فعالية اجتماعية تطوعية نشوف ما شاء الله أم سعيد ماسكة التليفون وسيلفي مع طبعا الشخصيات الموجودة. نعم. في الفعالية دوم مع الكبير مع الصغير مع كل فئات المجتمع. نعم. شو الدافع دائما اللي يعني والهاجس اللي يوجهك للعمل التطوعي وباستمرار ما شاء الله دون انقطاع؟ هو أول شيء الهدف إني في خدمة الوطن. نعم. أكيد أحب أخدم الوطن، والتطوع هذا لخدمة الوطن هذا شيء ضروري، يعني فرض على كل إنسان. الشيء الثاني العمل الإنساني، العمل الخيري، يعني أنشر التطوع للناس. لما مسعيد تروح أي فعالية وأغطي، وهذا الإمارات غنية عن التعريف. صحيح. بس المتابعين، أنا عندي متابعين ما شاء الله من كل جميع الدول العربية والأجنبية عندي. يشوفوا الإمارات كيف، يشوفوا بنت الإمارات شو تسوي. صحيح. يشوفوا المرأة الإماراتية وهي تشتغل، وهي ما شاء الله إنجاز كبير للإماراتيين. العرب تعرف إن الإمارات أنا أقولها رقم واحد. نعم. صح، إن الإمارات والمرأة مو بس العرب، نحن نتكلم عن العالم. على العالم كله. نعم. الإمارات رقم واحد. نعم. يعني الإمارات رقم واحد، يعني ما شاء الله انتشر التطوع في كل مكان في الإمارات. نعم. الصغير والكبير والأطفال وكبار السن في كل مكان الإمارات. بس هالشيء اللي وبعدين يعطيك حالة إيجابية. سعادة. نعم. سعادة أكيد. أنا أكون سعيدة لما أكون في مكان في تطوع. نعم. أحس إن أنا ما مسعيدة، أنا ما بو... يقولون أنت في البيت مريضة. نعم. وبرا بخير، أقول لهم هذا أنا. ما شاء الله عليك. يعني تشوفوني على طول برا. من يجيني تليفون أم سعيد، أنا تجيني على التواصل الاجتماعي كل دعوات، يعني تجيني في الأسبوع يمكن 4 أو 5 دعوات. ما شاء الله عليك. لازم أطلعهم الصراحة، يعني ما شاء الله. عيالي كبار ما شاء الله عليهم، وهم يشجعوني على التطوع. ترى هذا السؤال كنت بسألك إياه، كيف أم سعيد تقدر توفق ما بين الحياة الاجتماعية. نعم. والأسرية وبين التطوع؟ حياتي الأسرية أنا عيالي ما شاء الله كلهم كبار. ما شاء الله. الله زين. وعيالي يعني هم فرحانين فيني إن الأمهم في التطوع، يعني أنا عندي ولدي يقول لي تطوعي مع كبار السن مع أصحاب الهمم، يعني أي فعالية وطنية ما أبغيش تكوني موجودة فيها. الحمد لله. يعني عيالي هم اللي شجعوني. ما شاء الله. يكون يوم الجمعة في تجمع بكون معاهم، ويوم يكون ما عندي تطوع أنا في البيت ما أروح أي مكان. نعم. ترى في البيت. يوم ما عندي يعني فعالية ولا أي شيء تحسني أنا في البيت. ما شاء الله عليك يا أم سعيد، الله يحفظك يا رب. يحفظك. نشوف أيضا ما شاء الله كثير، وهي شفتها في السوشيال ميديا، تكريمات ودروع. نعم. وأوسمة. نعم. طبعا تكرمتي يا أم سعيد من عدة جهات. من عدة جهات، حدود. نعم. 80 جهة. ما شاء الله أنا عندي حدود 80 درع في البيت. ما شاء الله. وشهادات كثير ما أقدر أعد الشهادات. ما شاء الله. بس هذا الشيء يفرحني، والدروع والتكريم هذا رمز وفخر لي ولعيالي. ما شاء الله عليك. يعني عيالي وعيال عيالي يفتخروا فيني. يفتخرون فيك، ونحن نفتخر فيك يا أم سعيد. وأنا أفتخر فيكم. باكر في مناسبة مهمة. أي. طبعاً أم سعيد طبعاً تعرفين أنا موجودة باكر إن شاء الله. نعم. بإذن الله. وين ما تكوني موجودة؟ موجودة في مع تلمية المجتمع. ما شاء الله عليك. مع جمعية القانون. ما شاء الله. المحاميين بكون موجودة، عندي دعوة اليوم. وإن شاء الله وأحب أهني أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك. تستاهل. وأهني المرأة الإماراتية على الإنجاز اللي ما له حدود. نعم. الحمد لله. نعم. بس انت اظن بتضاربون عليك المؤسسات، بتروحين مكان واحد. لا انا ترى شوني، بس انا ابدي الاول. نعم خلاص. اللي ترش لي سبق لبق على خلاص. اللي ترش لي ابدي. زين، اذا يعني مثلا انت قلتي ما شاء الله تقريبا في الاسبوع تشاركين 4 مشاركات، كيف ترتبين لهم ام سعيد؟ والله انا عندي جدول. نعم. حلو. عندي جدول وعلى التواصل الاجتماعي ترى شيل على الواتساب على السناب شات على الانستغرام. خلاص يعني بروحك تتواصلين معهم؟ لا هم يتواصلوا وياي. لا انت ترتبين معهم. انا ارتب، يعني مثلا جتني دعوه اليوم
أم سعيد إحنا نباش إن شاء الله في اليوم الفناني قبل الموعد بساعة وساعتين أكون موجود. ما شاء الله عليك. هذا طبعي. ما شاء الله عليك. أم سعيد الفعاليات اللي شاركت فيها اللي أثرت فيك طبعا ما شاء الله شاركتي مع كبار السن مع الأطفال أصحاب الهمم مع أصحاب الهمم مع حتى فعاليات نسائية. شو أكثر الفعاليات اللي مسعيد تترك فيها أثر لما ترجع البيت تشعر أن هاي الفعالية كبار المواطنين كبار المواطنين وأصحاب الهمم إيه؟ أكثر شيء يعني هاي لأني تعرف كبار المواطنين كبر في السن ويصعب عليك يعني تتأثرين أتأثر وحتى ساعات أصيح يعني من داخل وأحبهم على فكرة ترى أنا من نوع اللي أحب كبار المواطنين أحب كبار السن أجلس وياهم حتى قبل ما أتطوع وانشهر وأكون أنا مسعيد كنت أساعد الناس كبار السن ما شاء الله حصلني اللي عندي الرأي المريضة ودي الحرمة المريضة يجي يعني من نوع اللي أحب أساعد الناس الله يزيد خير يا رب. خلينا نتكلم عن فعالية شكرا خليفة التي كانت فعالية كنا خليفة هاي الفعالية كانت في حتى كنا خليفة وبعد طبعا مع أهل حتى الفعالية هاي كانت مبادرة من أهل حتى وأول فعالية أحطها في انستغرامي على فكرة جابت لي 2000 متابع بس على سبب مسكتك شكرا خليفة في نادي حتى ما شاء الله 2000 متابع أول ما فتحت أول بوست أول هي هاي بركة ما شاء الله وكان شكرا خليفة والحمد لله الناس قامت تتكلم عني يعني حسيت الناس تخلي على الانستغرام يستغربوا من مسعيد متطوعة ولله وصبم الوطن ومسعيد ما شاء الله في كل مكان هذول أهالي حتى بصراحة هي الفعالية من نساء لرجال لأطفال للدوائر الحكومية الشرطة الجمارك البلدية كل مكان في بصراحة نادي حتى هم اللي مسوي الفعالية احنا كنا مشاركين معهم نعم مسعيد انت ايضا ما شاء الله مثال للمرأة الإماراتية وايضا اللي هم في خلينا نقول صديقاتك اللي قريب منك وتلهمينهم اكيد ان انت مصدر الهام لهم هل صار ان مثلا بعض الامهات اللي وياك حابين يشاركنك هذه الاعمال التطوعيه ولا انت مثلا تعززين لهم تقولين ليش ما تطلعون لا في انا اشوف في والله ناس كثير في اصدقائي حريم كثير انا يعني يشاركوا معي وفي ناس يقولوا انت ليش متعبه عمرك ليش تعب عمرك وليش تضرب الخط ببلاش وبترول وما ادري شو وما صح اقول لهم يا عالم هذا تطوع ما شاء الله انا كلمتي تطوع لله ثم الوطن صح انت متطوعه يعني اكنك تشتغلي بس في فرق بين الشغل وبين هذا الشغل تكليف مقابل ايه يعني تقدر بس التطوع لا يعني انا ما باخذ اي شيء يعني خلاص انا رقصت عمري ان انا اتطوع ادمني حيه وعيشة بالدنيا هاي بتطوع إن شاء الله. في مبادرات خاصة بأم مسعيد قدمتها حق المجتمع يعني نعم في مبادرات مع سيدة العمل ميرنا يونس نعم ما شاء الله عليها يعني هي تكلفت وأنا كنت معاها في المبادرة هي سوينا لكبار المواطنين جميل عملناها في حتى وفي مبادرة الأم لليوم الأم يوم الأم نعم طبعا يقولوا عيد الام بس احنا نسميه يوم الام بعد المبادره تحت رعايه الشيخة فاطمة بنت حشر والسيده ميرنا يونس بعد وانا اللي كنت موثقه للمبادرات هاي ان شاء الله نعم مسعيد ذكرتي في بدايه اللقاء ان عيالك ما شاء الله يشجعونك ودوم واقفين وياك كيف ايضا يعني تفعلين دور عيالك في مجال التطوع هل توصينهم على شيء معين اكيد انا عندي احفادي نعم. أحفادي يأخذهم معي عمرهم 7-9 سنوات وثمان سنوات عشان يأخذهم في التطوع خلاص لأني حتى عيالي يحبوا يتطوعوا بس ما يتطوع يعني من نوع اللي يتطوع نفسهم هم مثلا شهرة وما شهرة لا نعم. لا هذول عيالي متطوعين يعني غير روحهم يعني ايه روحهم نعم. يحب التطوع الحمد لله رب العالمين إذا تكلمنا عن أهمية الأعمال التطوعية وكيف تساهم هذه الأعمال التطوعية في نشر الثقافة الإماراتية أو الهوية الإماراتية الهوية الإماراتية يعني أنا يعني في عندنا مشاركتي في العمل التطوعي في الثقافة في التراث في يعني أنا أشارك يعني أنشر التطوع في مثلا الهوية الإماراتية زي الإماراتي العادات والتقاليد والصنع نعم يعني هاي ننشرها كلهم في هذا العمل التطوعي جميل جدا ام سعيد ان شاء الله باكر بتكونين في فعاليه نعم عندك بعض التفاصيل لهذه الفعاليه شو بتسوون عشان نحمس حق المراه الاماراتيه حق المراه الاماراتيه ايه. ان شاء يوم الله المراه الاماراتيه نعم من خلال هذه الفعاليات تجمعكم انتم كنساء شو الاشياء اللي تستفيد منها المراه خلينا نقول مثلا الحريم الكبار حتى الصغار حتى اللي في المدرسه لما يحضر مثل هذه الفعاليات المجتمعيه شو الاثر اللي يترك في انفسهم هو المراه تستفيد انك انت عندك شيء ايجابي ماشي سلبي
وحاله يعني حالتك النفسيه لما تيجي تشوف ام سعيد الناس كلها يعني الحمد لله رب العالمين الناس كلها تحب ام سعيد. ام سعيد طلعت قصرت الحاجز يعني طبعا ما كان عندنا حد بزي الاماراتي زي الاماراتي يعني حتى برا لا حتى برا البلاد انا زي البرقع كل مكان حتى برا البلاد حتى الاجانب يطلعوني يعني هذا البرقع انا ما اقوله زي الاماراتي بس المراه ترتاح لما تشوف مثلا ام سعيد في وسط 100 ريال او 1000 ريال والحمد لله كنا واحد ثابته ما شاء الله يعني حشمتك وكرامتك وهذا يعني انت تشاركي تجي الثانيه تطلع ام سعيد لا والله ام سعيد هذه ما حد يتكلم عنها ولا حد قال عنها ولا شاركت وياك كله بالحشمه والادب والاخلاق انت تفرض احترامك عشان بس اكيد نعم. ايه يعني يرتاح حتى الاطفال الاطفال هذول شو تطوع الحين الاطفال لا انا اشوف على فكره ترى وايدين يدخلوا في الانستغرام يشاركوا يوم يشوفوني اروح مكان كلهم يجوا وراي يعرفوا يشاركوا يحبوا يتطوع يتصلوا فيني مسعيد احنا نطمع عاش في المكان الفلاني مسعيد ودينا مسعيد يعني ما شاء الله عليك ما شاء الله كلمه تقدمينها حق نقول لجميع المشاهدات او المشاهدين كذلك عن والله مشاهديني انا اقول حق المشاهدين كل عام وانتم بخير طبعا عام التسامح نعم عام محبه الامارات نعم عام كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير وكل عام والشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها يعني. ألف خير يا رب الله يطول في عمرك نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء ونفتخر فيك دائما وأبدا وأنت رمز طبعا وقدوة للمرأة الإماراتية شكرا لك أم سعيد ناشطة اجتماعية شكرا جزيلا لك العافية الله يعطيك العافية مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم ولكن نطلع لهذا الفاصل الصغير بعدها راجعين خلكم ويانا حياكم الله مشاهدينا 6391 مستفيدا من طبية شرطة رأس الخيمة وذلك من خلال النصف الأول من العام الجاري للتفاصيل طبعا أكثر معنا عبر الهاتف مباشرة الملازم أول آمنة علي أحمد الشحي مدير فرع الشؤون الطبية والعلاجية بقسم الخدمات الطبية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أهلا وسهلا فيك مرحبتين ألو السلام عليكم سلام وبركاته حياك الله الله يحفظك الله يحييك حياك الله ملازم أول آمنة سعيدين جدا بانضمامك لنا في برنامج 7 على 7 بداية نود تعرف معاك بنبدأ عن خدمات طبية شرطة رأس الخيمة أهلا وسهلا ومرحبا بك أخوي مساء الخير وأنا سعيدة أني موجودة عندكم على الهواء مباشرة وحياكم الله بالنسبة للخدمات الطبية رأس الخيمة كانت بدايتها في عام 2001 حيث تأسست بتوجيهات من الحكومة الرشيدة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كانت فترتها على يد سعادة العقيد علي صالح الحرش مدير إدارة الخدمات الطبية سابقا نعم. أشاروا فترتها إلى شو إلى استحداث الخدمات الطبية برأس الخيمة كان بدايتها تكون من طبيب وممرض وموظف استقبال نعم نعم بعدها بفترة ومن حصلنا الحمد لله لله الحمد والمنة دعم من وزارة الداخلية وسعادة القائد العام لشرطة رأس الخيمة وسعادة وبالأخص سعادة مدير عام الموارد والخدمات المساندة سعادة الأمين جمال اللي هو كون قسم الخدمات الطبية أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة تم دعم قسم الخدمات الطبية وذلك عن طريق زيادة الكادر الطبي البشري المؤهل من زيادة عدد الأطباء سواء كان عن طريق الوزارة أو عن طريق المحلي نعم بالإضافة إلى إمداد القسم بالأجهزة والمعدات الطبية والتي تخدم القطاع الشرطي على مستوى المنطقة الأمنية لرأس الخيمة نعم. يعني أساس الدفاع المدني عندش والقيادة العامة بالإضافة إلى كان سابقا الجوازات قبل ما تصبح للهوية نعم هذه الأساس الخدمات نعم الملازم أول آمنة خلينا نتكلم عن الهدف من وضع هذه الخدمات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الهدف الأساسي من وضع الخدمات الطبية لشرطة رأس الخيمة اللي هي توفير الرعاية الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية نعم وتوفير الرعاية الطبية لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية والخدمة هي خدمة مجانية بدون أي رسوم أو مبالغ مالية سواء كان اتحادي محلي وافد أو مواطن ها هو نعم. الهدف الأساسي على أساس أن العلاج يكون مجاني متوفر نعم. لجميع الموظفي القيادة عندنا مستوى القيادة وعلى مستوى وزارة الداخلية يعني مو نغطي بس القيادة احنا عندنا نغطي
وزارة الداخلية على جميع المستويات المراحل عندنا، سواء كان دفاع المدني أو القيادة في الوزارة. ولازم أول آمنة، يعني ما هي معايير الجودة وأيضا التميز في قسم الخدمات الطبية؟ نفس ما قلت لك في البداية أن احنا الهدف الأساسي قلنا اللي هي توفير الرعاية الطبية منتسب وزارة الداخلية، وطبعا المستهدفين اللي هم نفس ما قلنا بعد اللي هم منتسب وزارة الداخلية وعوائلهم بالإضافة إلى العوائل. نعم. بالنسبة لا يخفى على الجميع أن وزارة الداخلية تسعى إلى شو؟ أن نعمل بكفاءة وفعالية، اللي هي رسالة وزارة الداخلية أن تسعى إلى أن نعمل بكفاءة وفعالية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات وتقديم كافة الخدمات من ناحية سواء الكم، سواء كان الإداري أو الأمني أو السلامة، بطرق ذكية أو بيئية أو بطرق ابتكار على المجال اللي نقوم فيه حاليا في جميع الوزارات. نعم. نعم. بالنسبة للهدف أو المعيار الأساسي للتميز عندنا في الإدارة العامة اللي هي 9 ساعات العميد جمال الطير إلى تحقيق الهدف السادس عندنا، اللي هو عندنا تحقيق الهدف السادس وزارة الداخلية، وهو ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية على وفق معايير الجودة والشفافية. نعم. سواء كانت في المجال الإداري أو في المجال الطبي، وعلى هالأساس جميع الإدارات عندنا ولله الحمد منا من بينها قسم الخدمات الطبية يسعى إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق هالمعيار أو هالهدف اللي تسعى عليه الوزارة. نعم. لأن احنا كوننا كقطاع طبي لازم أن نقدم خدمة طبية تكون على ثقة للجمهور أو المراجع، يعني ما مراجع أي مراجع يدخل عندنا يكون عنده خوف أو تخوف من الخدمات اللي احنا نقدمها، عنده ثقة أنه رايح على إدارة الخدمات الطبية عنده معايير يمشي عليها، عارف أن قسم الخدمات الطبية ثقة ومن ناحية سواء كان علاج أو فحوصات طبية. نعم. وبتوجهات منهم قاموا بتوفير كافة الخدمات عندنا عن طريق عندنا برنامج إلكتروني اللي هو المعيار الأساسي، أنه تقديم برنامج إلكتروني عندنا موحد على مستوى إدارات الخدمات الطبية اللي هي مشترك ما بين إدارة الخدمات الطبية الشارجة عندنا وفرع الخدمات الطبية بالفجيرة ومديرية الخدمات الطبية بأبو ظبي. هذا برنامج موحد على مستوى الإمارات كلها تقريبا، يضمن حق المراجع عندنا من ناحية العلاج أو الهستوري الخاصة في المراجع، من ناحية الفحوصات، من ناحية العلاج، كل الأشياء الخاصة بالمراجع موجودة ومحفوظة في النظام تقريبا من 2014. نعم. الملازم أول آمنة، خلينا نتعرف على عدد مراجعين كلهم من العيادة والمختبر والأشعة والصيدلية. بالنسبة لعدد المراجعين عندنا نفس ما عارفة أن هي عددها تقريبا حدود 6391، هذا بإجمالي مع عدد المراجعين ككل. نعم. سواء كان نزلاء المؤسسة العقاب لصاحب الإضافة إلى المراجعين الخاصين بالقسم. أما بالنسبة للمختبر عدد المراجعين يبلغ تقريبا في حدود 819، أما بالنسبة للأشعة عندي 224، وعندش الصيدلية في حدود 4294. نعم. هذا على مستوى القسم عندنا. بتشوفي تفاوت في الأرقام، هاي تفاوت في الأرقام، إن ممكن إن المراجع يمر على قسم الخدمات الطبية مو بشرط إنه يروح على المختبر أو إنه ياخذ علاج، ممكن إنه يصدق إجازة مرضية، ممكن إن الشخص عندش يا بس كاستشارة أو تحويل لإدارة خدمات طبية أو بأي مستشفى من المستشفيات أو فحص طبي من الفحوصات الطبية اللي عندنا حاليا. نحن نقوم فحوصات اللياقة اللي خاصة بمنتسبي وزارة الداخلية، يعني في تفاوت بتشوفين في الأرقام هذه، هي إنه مو بشرط إن المراجع يا بس إنه مرضي. لازم يشمل هالأشياء كلها، ممكن إنه دخل بس ما أخذ علاج. نعم. نعم. شكرا لك طبعا على مشاركتك معنا الملازم أول آمنة علي أحمد الشحي، مدير فرع الشؤون الطبية والعلاجية بقسم الخدمات الطبية وفي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. شكرا جزيلا لك. العفو، جزاكم الله خير، وانت اشكركم على هالمداخله وجزاكم الله خير، وان شاء الله تكون لنا مداخلات ثانيه باذن الله تعالى. يعطيكم الصحه والعافيه يا رب. يعافيك يا رب. شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا. مشاهدينا الكرام، تنظم جمعية أم المؤمنين بمقرها في عجمان غدا ملتقى بعنوان المرأة رمز التسامح مناسبة يوم المرأة الإماراتية، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بأن يكون شعار الاحتفال في يوم المرأة الإماراتية لهذا العام المرأة رمز التسامح. ويستضيف الملتقى المعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، فيما يقدم الدكتور نصر محمد عارف نائب الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات
المسلمة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورشة عمل بعنوان التسامح ماذا وكيف ولماذا. نتابع معا هذا التقرير. جمعية أم المؤمنين اليوم بيوم المرأة الإماراتية، هذا اليوم الذي تم تخصيصه من قبل قيادة الدولة للاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها. في هذا العام نتناول التسامح كقيمة لتعزيزها في يوم المرأة ودور المرأة في تعزيز هذه القيمة. ولذلك كما تشاهدون اليوم تم استضافة هذا الملتقى الذي تحدث فيه نخبة من المتحدثين، متمثل بالدكتورة لبنى القاسمي الوزير السابق لوزارة التسامح وأول من شرع بتأسيسها والعمل عليها، وأيضا نخبة من الدكاترة المختصين في السياسات الإسلامية والخارجية. في هذا اليوم جمعية أم المؤمنين وكما عودتكم دائما تدأب دائما إلى تعزيز برامجها وخططها طوال العام بالمبادرات اللي تصب في خدمة المرأة والتي تعد شريك للرجل في تأسيس هذا المجتمع. اليوم شرفنا كليتنا بحضور ملتقى المرأة رمز التسامح، خصوصا احنا في عام التسامح لازم كان نحضر هذا الملتقى في جمعية أم المؤمنين بعجمان، وكان ملتقى جدا ناجح بحضور السمو الشيخة لبنى القاسمي والمحاضرين اللي تكلموا عن التسامح، وكان موضوع جدا شيق وممتع. اليوم طبعا حضرت المؤتمر ان شاء الله عن التسامح. طبعا انا عندي مداخله، التسامح اولا سلام داخلي، ثانيا سلام النفس، يعني سلام انا، يعني التسامح في بيوتنا اولا اللي هو غاب كثير كمستشاره اسريه من كثره المشاكل اللي تجي الاستشارات، ما في سلام داخلي في يعني في بيوتنا ابدا. السلام برا يعني التسامح، قصدي اقصد التسامح في بيوتنا قلت. التسامح في الدوامات ما في، تسامح مع الآخرين برا يعني خارج البيت مع العالم الخارجي. أنا عملت نقاط بأنه يعني التسامح في بالعالم الخارجي هو التسامح الحقيقي، ليس التسامح هو شعارات وبدون فعل. في البداية نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان حفظها الله، قرين سمو الشيخ حميد بن راشد آل نعيمي حفظه الله رئيس جمعية أم المؤمنين على توجيهاتها الكريمة لتوضيح العديد من المفاهيم الحياتية المهمة للمجتمع المدني والمحلي. في البداية أيضا نشكر جمعية أم المؤمنين على تنظيمها ملتقى المرأة الإماراتية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، حيث أننا نرى أن التسامح هو سمة من سمات المجتمع الذي يعيش على أرض الإمارات الطيبة، وهذا بفضل وأثر غرس سمو الشيخ زايد رحمه الله. فالتسامح هو التعايش مع الآخرين، والتسامح هو قبول الآخر والرضا بالتعايش معه على اختلاف جنسه ولونه وثقافته ودينه. مشاهدينا الكرام، نجحت برامج التأهيل والرعاية الشاملة التي تقدمها مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومثلة في إدارة المؤسسة العقابية برأس الخيمة في تأهيل 1000 من النزلاء والنزيلات منذ بدء تطبيق البرنامج في عام 2011، وذلك لفتح الأبواب أمامهم لبداية حياة جديدة ينطلقون منها إلى سوق العمل عقب انتهاء فترة العقوبة، متسلحين بشهادات خبرة ودورات تدريبية تؤهلهم لافتتاح المشاريع الخاصة أو الانخراط في المجتمع كأفراد منتجين ومفيدين للأسرة
والمجتمع. والحديث حول الموضوع بالتفاصيل أكثر نرحب بالأستاذ صقر المالكي أخصائي ابتكار في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة. مرحبا بك، نورت البرنامج. مرحبتين وأشكركم على الاستضافة وأتشرف بوجودكم. الله يعطيك العافية. في البداية أستاذ خلنا نتكلم عن الدراسات البحثية التي ترتكز عليها برامج التدريب معكم. نعم، هناك طبعا دراسات وبحوث حول مؤشر عالمي يؤكد أن أغلب السجناء يعودون إلى ارتكاب نفس الجريمة بعد الإفراج عنهم. طبعا يعود السبب إلى يمكن تكون قلة الوعي المجتمعي، قلة ضعف الفكر، أو حتى اختلاف السلوكيات. من أهداف مؤسسة القاسمي والتي تعكس رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس خيمة هي التنمية المجتمعية. رأت المؤسسة في هذا الجانب فرصة للتطوير. السجون ليست مجرد سجون، بل هي مؤسسات عقابية وإصلاحية. نعم هناك عقاب، ولكن في نفس الوقت هناك إصلاح. السجين حاليا هو سجين، لكن في النهاية سيفرج عنه وسيعود فرد من أفراد المجتمع. من الضروري أن الأفراد هؤلاء يعودون إلى المجتمع كأفراد صالحين، لهم عندهم وعي وعندهم ثقافة. لهذا السبب طبعا قامت مؤسسة القاسمي بإقامة دورات تدريبية وبرامج بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة. هذه البرامج طبعا تزيد من الوعي المجتمعي، تزيد من التنمية المجتمعية، تكسبهم أيضا مهارات قد تفيدهم في حياتهم المستقبلية، بحيث أن يبدون حياة جديدة بعد الإفراج عنهم، وبالتالي طبعا يساعدهم على إعادة اندماجهم في المجتمع وتقليل نسبة العودة إلى الجريمة. صحيح. طبعا بالنسبة كبرامج يتم تطبيقها في المؤسسة العقابية، هناك طبعا دراسة تكون بين المؤسسة العقابية والإصلاحية ومؤسسة القاسمي، استبيان يكون يحدد احتياجات النزلاء والنزيلات. يتم دراسة احتياج النزلاء والنزيلات من الأشياء اللي يحتاجون تطويرها، الثقافة اللي محتاجين نقدمها، المهارات اللي حابين نوفرها لهم عشان في النهاية طبعا يستفيدون منها، وبالتالي طبعا يتم تقديم مقترحات من المؤسسة العقابية إلى مؤسسة القاسمي، يتم دراستها ويتم بعدين تجهيز للتعاقد مع مدربين والتجهيز لهذه الدورات التدريبية. نعم سيد صقر، من خلال طبعا مواجهتكم أو يعني التعامل مع النزلات والنزلاء ووضع خطة وبرامج لصقل خلنا نقول شخصياتهم، وأيضا إضافة بعض الخبرات والدورات التي ربما سيستفيدون منها أكيد إن شاء الله بعد ما يقضون فترة العقاب والإصلاح، ما هي التحديات التي قد تواجهكم أحيانا مع اختلاف الشخصيات، مع اختلاف البيئات اللي أتوا منها، مع اختلاف أيضا خلنا نقول الأخطاء التي ارتكبوها؟ كمبادرة يعني أنا أقدر أقول إن تطبيق مبادرة الحمد لله ما كان في أي تحديات في تطبيق المبادرة بحد ذاتها. طبعا جزيل الشكر طبعا لسعادة العميد يعقوب يوسف بوليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة وفريق عمل بشكل كامل، كان لهم دور كبير في إنجاح هذه المبادرة. كدورات بحد ذاتها من التحديات اللي نواجهها للحين هي قلة عدد المشاركين تدريجيا. في البداية طبعا يكون عدد المشاركين كبير، تدريجيا يبدأ يقل ويكون العدد عدد استكمال المشاركين يكون أقل من العدد. لماذا يقل؟ غالبا يكون عدم اهتمامهم بالمحتوى المطروح، مرات يكون في مثلا محتوى ما جذبهم أكثر من محتويات ثانية، فخلال يمكن الورشات يعني ورشات معينة يخرجون من الورشة اللي تم طرحها. فهذه من التحديات اللي للحين المؤسسة شغال عليها وفيها طبعا حلول للتحفيز أكثر. نعم. أستاذ صقر، بنتعرف على وسائل التمويل لتمويل التعليم، مصادرها؟ طبعا المبادرة كاملة ممولة من حكومة رأس الخيمة. نعم. بالتحديد من مؤسسة القاسمي، والتمويل يشمل طبعا التعاقد مع مدربين ويشمل جميع المستلزمات اللي تحتاجها الدورة التدريبية بكافة المستلزمات، هي تغطيها حكومة رأس خيمة ومؤسسة القاسمي. نعم. نعم. أهم الإنجازات وأيضا التخصصات والمهارات الحياتية التي يتم تعليمها للنزلاء والنزيلات ما هي؟ هو في بداية المبادرة في عام 2011 طبعا أول شيء تم إطلاق مكتبة للنزلاء. المكتبة هاي تضم أكثر من 2000 كتاب بمختلف اللغات، بمختلف العناوين، مختلف المحتويات. كان هناك طبعا حضور كبير في هذه المكتبة، كان هناك استعارة كبيرة للكتب. بسبب نجاح هذه المبادرة طبعا بعدين تم إطلاق مكتبة للنزيلات أيضا.
من ناحية الدورات التدريبية من عام 2011 من يوم إطلاق المبادرة حتى عامنا الحالي شارك أكثر من 1000 نزيل ونزيلة. عدد المشاركين كان يعني من بداية الأعوام كان هناك يعني زيادة ملحوظة، للنزلاء كان أكثر من 200% زيادة وللنزيلات كان أكثر من 100% في زيادة. بدأت طبعا الأعوام الأولية كان يمكن عندنا 4 دورات في السنة فقط، والحين زادت إلى حوالي 30 دورة في السنة نقدمها. من ناحية الدورات اللي نطرحها في المؤسسة العقابية الإصلاحية، طبعا قدمنا دورات في تقنية المعلومات اللي هي مهارات مايكروسوفت أوفيس والإنترنت، قدمنا مهارات في الفنون كان في الرسم وفن إعادة التدوير، هناك ورشات في اللغة الإنجليزية لغير متحدثيها واللغة العربية لغير متحدثيها أيضا، في ورشات في مهارات حياتية يتم تعليمها، في مهارات في إدارة المكتبات وإدارة المشاريع الصغيرة أيضا، ومؤخرا طبعا كان عندنا تدريب الإسعافات الأولية. كان يعني عندنا حاليا نزلاء ونزيلات مسعفين أولين معتمدين في المؤسسة العقابية الإصلاحية. طبعا هذه الدورات تمنحهم مهارات، تمنحهم أشياء ممكن عقب ما يفرج عنهم يستخدمون هذه في حرفة معينة في مهنة معينة عشان يبدون حياة جديدة بإذن الله. أستاذ صغر، كيف تحفزونهم أو تحفزون النزلاء والنزيلات على الدخول مثل هذه البرامج؟ هل هناك يعني وسائل تقومون بها؟ طبعا أول شيء مؤسسة القاسمي تقدم شهادات معتمدة من مؤسسة القاسمي للمشاركين الذين استكملوا الدورات التدريبية. هناك أيضا خطة أن يتم أيضا تقديم مبالغ مادية رمزية للمشاركين المستكملين لهذه الدورات كتحفيز. والشيء الثالث من هذه من المؤسسة العقابية نفسها عندهم نظام يسمى النقاط الخضراء. النقاط الخضراء عبارة عن يعني كل دورة معينة حاطينها نقاط خضراء معينة. يعني تخفيف سنوات مثلا؟ لا، يكون مثلا يعني دورة معينة تكون فيها 20 نقطة، الدورة الثانية فيها 10 نقاط. المشارك يجمع نقاط بمشاركته بهذه الدورات. بعدين في مجموع نقاط لكل مجموع له مكافأة معينة، طبعا المكافآت اللي مقدمينها عندهم مثلا يكون مثلا غداء خاص مع عائلته، لأن غالبا هو المتعارف عليه يكون غداء مشترك، يكون له غداء خاص مع عائلته، ممكن يرسلون ايضا هديه الى عائلته، ممكن حتى يعني للي اهاليهم برا الدوله ممكن حتى يكون عندهم مكالمات اطول من المعتاد. ففي جدا هذه النقاط يعني زادت من مشاركاتهم وجدا استفادوا منها. جميل جدا ما شاء الله. بعد انتهاء فترة العقوبة للنزيل، هل للمؤسسة دور أيضا مع هذا النزيل بعد انقضاء فترة العقوبة؟ المؤسسة طبعا جواب نعم، المؤسسة كانت عندها مبادرة اسمها المفرج عنهم. المؤسسة بعد الإفراج عن السجناء ترحب بأي حد حاب يعني يستكمل ويتواصل. في عندنا ورشات نقدمها وعندنا محاضرات. طبعا في تحدي كان في هالنقطة ان ما نقدر نلزم المفرج عنهم انهم يحضرون ويانا، فكان جدا الحضور جدا يعني قليل حتى لا يذكر، طبعا بسبب عوامل كثيرة منها يعني الاشخاص يبدون حياة جديدة. صحيح. في منهم اللي كانوا جنسيات مختلفة يعني يسافرون خارج الدولة او حتى ينتقلون الى امارة ثانية، فيشغلهم هالشيء يعني في حضور هذه الورشات او المحاضرات اللي نقدمها، لكن كمبادرة هي موجودة. جميل. ومتاحة يعني لأي حد من المؤسسة العقابية. مع هذه المبادرة الجميلة والبرامج الحلوة اللي تقدمونها حقهم، أكيد في قصص نجاح لبعض النزلاء، خلينا نتعرف عليها بدون ذكر أسماء طبعا. نعم طبعا بالنسبة كما ذكر يعني ذكرت المؤسسة العقابية في رأس خيمة أن العديد من المفرج عنهم الحمد لله حصلوا يعني بعض الوظائف اللي قدروا أن من خلالها يبدون حياة جديدة. نعم. والمهارات اللي اكتسبوها يعني أفادتهم كأساسيات في هذه الوظائف. عندنا نحن كمؤسسة القاسمي أيضا كان عندنا أحد المفرج عنهم انعرض عليه دوام جزئي في المؤسسة في مجال معين، واشتغل معانا يعني دوام جزئي لفترة إلين ما حصل هو وظيفة دائمة. هذا شيء ثاني. وشيء ثالث أيضا كان هناك أحد المفرج عنهم كان محكوم عليه لفترة طويلة يعني انعرض علينا يعني يتسجل فيديو طبعا من غير إظهار الصورة واختلاف الصوت، يذكر فيه طبعا سبب دخوله للسجن والفترة كيف أثرت عليه فترة العقوبة، وأيضا يعني كيف تغيرت حياته.
وهذا الفيديو يعني موجود وكان أيضا يعني كان هو عبارة عن رسالة وعبرة يعني لغيره من الناس تبتعضون من قصته يعني هذه القصص. شو هي ما شاء الله من خلال طبعا برامجكم التي قمتم بها شو هي أفكاركم أيضا في المستقبل فيما يخص طبعا النزيلات والنزلاء؟ طبعا المؤسسة مستمرة في تقديم الدورات التدريبية للمؤسسة العقابية والإصلاحية. أهدافنا هي طبعا زيادة عدد المشاركين قدر الإمكان، ونفس ما ذكرت الحوافز اللي ذاكرينها يعني هاي جدا تساعد، فهي زيادة عدد المشاركين وأيضا توسعة المجالات. إحنا عدنا يعني نفس ما ذكرت إن عدنا نسوي استبيان لاحتياجات النزلاء، فحب بنسوي مثلا توسعة للمجالات عشان نقدر نقدم دورات أكثر وتفيد النزلاء يعني في مجالات أكثر حتى من اللي قدمها حاليا بإذن الله. نعم. تعالى أستاذ صقر المالكي أخصائي ابتكار في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسم للبحوث والسياسة العامة، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج سبع. أشكركم على الاستضافة وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في المستقبل بإذن الله تعالى. شكرا لك. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدينا. ملتقى المرأة الإماراتية والذي يأتي بتنظيم جمعية المعلمين الإمارات وذلك غدا يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء في قصر الثقافة بالشارقة. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الأستاذ شريف موسى حسن رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات. أهلا وسهلا فيك أستاذ شريف. يا مرحبا بكم. طبعا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن الملتقى والاحتفاء بكم ومعاكم بيوم المرأة الإماراتية. ونحن تحتفي فيك بعد. الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا السادة شريفة ما شاء الله أنت شخصية معروفة في الوسط ما شاء الله التعليمي، واليوم نحن نفتخر فيك ونقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وانا قبلها بيوم لكن عاد ننتهز هذه الفرصة ومبارك لك وانت ايضا مثال يحتذى به. الله يحفظك. طول لي في عمرك. ملتقى المرأة الإماراتية وتفاصيله شو عندنا في هذه السنة إن شاء الله؟ طبعا ملتقى المرأة الإماراتية إن شاء الله بيكون غدا في قصر الثقافة. هذا الملتقى إن شاء الله بيستضيف نخبة من النساء الإماراتيات التي تركنا بصمة في سواء على المستوى المحلي وعلى المستوى حتى الدولي، منهم سعادة فوزية غريب وكيل وزارة التربية وكيل مساعد لقطاع العمليات المدرسية، وأيضا الأستاذ ميثة المزروعي مدير الاتصال المؤسسي في مركز إيواء ضحايا الاضطهاد بالبشر، أيضا بتكون معانا الأستاذة خلود آل علي من هي رئيس الرعاية المنزلية في دائرة خدمات الاجتماعية بالشارقة، والناشطة المجتمعية والخبيرة المصرفية الأستاذة عواطف عبد الرحيم الهرمودي من مركز الأمومة والطفولة بأبوظبي. لو أنتم ملاحظين أن في تنوع في الشخصيات، وهذا اندل فانه يدل على ان المرأة الإماراتية تبوأت مكانة متميزة وفريدة في كل المجالات وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. طبعا بنناقش في الملتقى بيتم إبراز الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع، بيستعرضون مسيرتهم وأهم المحطات في حياتهم، أيضا بيكون دور سنتحدث عن دور المرأة الإماراتية في تحقيق الأجندة الوطنية ودورها أيضا في مئوية الدولة 2071، بالإضافة إلى المرأة من الدعم إلى التمكين. وأيضا سنستعرض إنجازات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة. أستاذة شريفة خلينا نتكلم عن ما يميز المرأة الإماراتية أو مسيرة المرأة الإماراتية. طبعا المرأة الإماراتية نقول تميزت وتفردت عن غيرها من النساء على مستوى نقول سواء الإقليمي أو على المستوى الدولي، أن اليوم لو نستعرض يعني خلينا نقول أمثلة، اليوم أول امرأة تفوز في البرلمان بالاقتراع أول امرأة خليجية هي معالي أمل القبيسي وهي إماراتية، أول امرأة تترأس برلمان دولتها هي امرأة إماراتية أمل القبيسي، بالإضافة إلى أن اليوم نشوف
عدد الوزيرات في حكومة دولة الإمارات، عدد السفيرات الموجودين طبعا خارج دولة الإمارات، أيضا ارجعوا للإحصائيات، عدد النساء الحاصلات على التعليم العالي وعلى الشهادات العليا، عدد النساء اللاتي يتبوأن ويشغلن مراكز قيادية. اليوم حتى لو نرجع إلى الأول أو مثلا أشهر طائرة حربية مريم المنصوري. نعم. فإذا اليوم نقول أن المرأة الإماراتية تفردت وأصبحت نموذج يحتذى به. صحيح. على مستوى طبعا الإقليمي وعلى مستوى الدولي، حتى اللي قادت ملف دولة الإمارات في إكسبو 2020 كانت معالي عهود الرومي. نعم. إذا اليوم المرأة الإماراتية تميزت في الكثير من المجالات، وأيضا اللي قادت الملف كانت ريم الهاشمي. صحيح. عفوا. إذا المرأة الإماراتية اليوم أول وزارة للسعادة هي طبعا معالي عهود الرومي. نعم. والتي قادت ملف دولة الإمارات كانت ريم الهاشمي. صحيح. إذن اليوم المرأة الإماراتية أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة. وهذا لم يأتي هكذا جزافا، إنما نتيجة دعم من القيادة الرشيدة. اليوم الشيخ محمد بن راشد شو قال؟ قال المرأة هي روح المكان. صحيح. وهي ومكانها الروح. صحيح. إذن هذه الكلمات المحفزة، ولم يتوقف الموضوع عند الكلمات المحفزة، ولكن أيضا من خلال الأفعال، من خلال إتاحة الفرصة لها لقيادة أفضل يعني أهم المشاريع اللي في الدولة. صحيح. وأيضا أقوى المؤسسات والمناصب التي الآن المرموقة، التي من الذي أتاح هذه الفرصة للمرأة؟ قيادة القيادة الرشيدة. نعم. أيضا التشريعات التي وضعت في الدولة. نعم. سواء كانت تشريعات تخص المرأة، تخص الطفل، تخص الأسرة، كلها راعت، وهذه التشريعات تشريعات داعمة للمرأة. طبعا الشيخ زايد طيب الله ثراه دائما كان يدعم المرأة الإماراتية، الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات طبعا هي أكبر داعم للمرأة الإماراتية وللطفولة أيضا وللأسرة. واليوم نحن محظوظين بهذه القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى القرار الأخير أن اليوم أصبح المرأة لها 50% من طبعا من المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي. فإذا نحن محظوظين. صحيح. وهذه التجربة تعتبر تجربة فريدة. صحيح. وهذا الدعم ليس له مثيل حتى على مستوى العالم. نعم. بنعود أستاذة شريفة للملتقى، تحدثتي عن المتحدثات الموجودات إن شاء الله اللي بيكون موجودات غدا، شو هي المواضيع اللي بتطرقون لها إن شاء الله خلال هذا المحتوى؟ أنا بالنسبة للمواضيع تطرقنا لها أن هي طبعا دور المرأة الإماراتية في دعم الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071، المرأة من الدعم إلى التمكين، وأنا أقول المرأة الإماراتية الآن عدت مرحلة التمكين حتى، وأيضا إنجازات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة. الهدف من طبعا إبراز اليوم هذه النماذج، لأن نحن نبغي أن نخلق نوع من أول شيء تبادل الخبرات، بالإضافة إلى نقل هذه التجارب إلى الأجيال القادمة. اليوم عندنا الشابات والأجيال القادمة يجب أن يتعلموا ويفتخروا بهذه العناصر، وأيضا يعني هذه العناصر هي تعتبر قدوة في حياتهم، قدوة يحتذون بها في طبعا صناعة مستقبلهم. نعم. أستاذ شريف، تتكلم عن دور المرأة في تحقيق التنمية المحلية. نعم. مثل ما نحن تكلمنا اليوم المرأة تبوأت طبعا واقتحمت نقول كافة المجالات، يعني اليوم حتى من خلال طبعا استعراضنا لضيوف الملتقى. نعم. هذا التنوع اللي الآن لمستوه، تلقون أن المرأة
ليس هناك باب إلا طرقت، وليس هناك مجال إلا خاضت فيه التجارب، نقول وليست تجارب عادية، تجارب ملهمة. أصبحت المرأة الآن هي ملهمة لباقي أفراد المجتمع. فنشوف أن المرأة ساهمت في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال الصناعة. اليوم سيدات أعمال الإمارات ما شاء الله لهم دور بارز، سواء في التنمية، سواء على مستوى الدولة أو خارج الدولة. أيضا في مجال التصنيع، يعني حتى في مجال التصنيع الصناعة الثقيلة موجودات اليوم عندنا، في مثلا في مثل دوبال، مثل اللي هي إيمال، اللي هي شركات الألمنيوم، في تكون في ظروف صعبة أنا يعني في المصر موجودات الإماراتيات، هي في الطيران المدني، في الطيارة الحربي، في حقول البترولية بعد، نعم في حقول البترول. حتى استعرضت أنا شاهدت فيديو حتى اللي هم شرطي السير اللي يقود الدراجة تجدين المرأة. إذن الإسعاف اللي هي، إذا اليوم المرأة الإماراتية موجودة في كل المجالات، إذا هي مع الرجل جنبا إلى جنب يساهمون مع بعضهم البعض في دور تكاملي، وكل منهم يدعم الآخر من أجل تحقيق التنمية المجتمعية. نعم أستاذة شريفة، طبعا القيادة الرشيدة أتاحت فرص كثيرة للمرأة، وفي الآونة الأخيرة وخلنا نقول منذ قيام الدولة حدثت تغيرات سريعة ومستجدة تجاه المرأة بالذات، من خلال التعليم، من خلال يعني العمل، من خلال وجودها في قطاعات كان فقط الرجل هو موجود فيها. كيف تعاملت المرأة مع هذه المتغيرات بإيجابية واستغلت الفرص على أكمل وجه؟ طبعا المرأة جعلت هذه الفرص تحديات. الشيخ محمد دائما يقول من الخطر أن لا نخاطر. صحيح. نعم. صحيح. إذن اليوم كل مجال اقتحمته المرأة اعتبرته تحدي جديد. صحيح. ولهذا تراها تميزت، يعني أنها تركت بصمة وتركت أثر، لأن كل مجال تقتحمه تعتبر تحدي جديد وتبغي تثبت أن هي قد التحديات. نعم. ولكن هذا لا يأتي أن أنا بس أروح أحط تحدي. المرأة الإماراتية عملت على أنها تسلح نفسها طبعا بالعلم، مثل ما أنا قلت مع يعني أكثر عدد من خريجات سواء التعليم العالي، سواء كانت مثلا شهادات البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه من النساء أيضا. فهذا يعني أن المرأة الإماراتية حتى لما اقتحمت هذه المجالات أعدت نفسها الإعداد الكامل. وأيضا يمكن أنا بتكلم عن نقطة أن دائما المرأة قادرة على أنها تقوم بأكثر من دور. صحيح. يعني في البيت، في البيت، في المجتمع. فهذا التوازن التي حاولت المرأة والحمد لله يعني نجحت فيه أن تخلق هذا التوازن بين كل الأدوار، أيضا ميزها، يعني ميز المرأة. نجد حتى يعني في بعض الدراسات أثبتت أن المرأة العاملة مستوى تعليم أبنائها وأدائهم وتحصيلهم أفضل من المرأة الغير عاملة. نعم. فهذا يبين أن المرأة لم تكن أنانية بحيث أن هي اللي تبغي تحقق، ولكن هذا التوازن الحمد لله. نعم. تراها حتى في مجال الاجتماعي أكثر اجتماعية، وأيضا يعني قائمة بدورها كابنة، كزوجة. صحيح. كأخت، كمثل ما نقول دورها الاجتماعي، بالإضافة إلى دورها الأساسي وهي أم وواجباتها في مجال عملها. نعم. كلمة توجهين لكل امرأة إماراتية في هذه المناسبة. طبعا أنا حبيت يعني بس أقول أن اليوم المرأة الإماراتية هي امرأة محظوظة. أنا حضرت مؤتمر سيداو في 2015، وهذه اتفاقية سيداو تعني بالقضاء على كل أنواع التميز العنصري ضد المرأة، وأقرت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشنا واستعرضنا أيضا اليوم تقرير دولة الإمارات في هذا المجال، وكان تقرير مشرف. فإذا أنا هني المرأة الإماراتية بهذا الدعم من القيادة الرشيدة، دعم المجتمع ودعم حتى الرجل الإماراتي، يعني أيضا هناك دعم أيضا من من الأب والزوج والأخ. واليوم أقول حق المرأة الإماراتية كل عام
وهي من تميز إلى تميز كل عام، وهي متفردة كل عام، وهي بصمة مؤثرة داخل مجتمعها وخارج مجتمعها كل عام، وهي شخصية ملهمة للأجيال القادمة، ملهمة لأبنائها، ملهمة لزميلاتها ومثيلاتها من النساء على مستوى العالمي وعلى مستوى الدولي. وأقول أنت بنت زايد، ويجب أن تحافظي على هذا اللقب الذي كلنا نحتفي ونفتخر ب هذه. وأكيد نحن أيضا نفتخر فيك، نحن نفتخر فيك أستاذة شريفة. شكرا لك على حضورك معنا الأستاذة شريفة موسى حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين في الإمارات. شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، بروح وياكم إلى البرنامج الصيفي لمنتسبات مرشدات الشارقة. طبعا وذلك طبعا في مفوضية مرشدات الشارقة، يتضمن البرنامج العديد من ورش العمل للمرشدات المتقدمات. المزيد في هذا التقرير نتابع معنا. مرشدات الشارقة الصيفي 2019 كان لفئة الزهرات من عمر 7 سنوات إلى عمر 12 سنة، من تاريخ 25 إلى تاريخ 29 أغسطس. حاولنا أن نركز فيه على تمكين الفتيات وجعلهن أقوى في مجالات مختلفة. البرنامج الصيفي هذا اشتمل على 4 برامج. البرنامج الأول هو برنامج فن النجارة، سلسلة من النشاطات اللي تعلموا من خلالها كيف يتعاملوا مع القطع الخشبية ويصنعوا نماذج بسيطة مثل صندوق أو بيوت عصافير. البرنامج الثاني كمان كان اصنع روبوتك، سلسلة من التحديات أيضا والنشاطات من خلالها تعلموا الترميز والبرمجة لكيفية صناعة روبوتهم الخاص. البرنامج الثالث اللي هو مصدر الإلهام هو أيضا عبارة عن مجموعة من التحديات. خلال هذه التحديات ركزنا فيها على المهارات الاجتماعية، المهارات الحياتية، من ثقة بالنفس، من صقل شخصية، حتى يقدروا هم يرسموا مستقبلهم الخاص فيهم. البرنامج الرابع اللي هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، هذا البرنامج من خلاله استطاعوا البنات يتعرفوا على مفهوم الذكاء الاصطناعي بالطرق العملية وكيفية استخدامه في حياتهم اليومية. نحن في ورشة الذكاء الاصطناعي، الهدف من الورشة نخلي الأطفال يميزوا بين الروبوتات العادية والآلات اللي فيها سيستم الذكاء الاصطناعي، كيف يميزوا بيناتهم، شو الفرق بين الروبوت العادي والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عامة هو إنه الروبوت يقدر يقلد الإنسان زي ما يتعلم ويفكر ويفهم كمان. في هاي الورشة الأطفال بيبرمجوا الروبوت وبتفاعلوا معه وبيطبقوا الريل لايف ابليكيشنز عشان يفهموا هاي المنطقية اكثر. شاركت في ورشة الروبوتات في مفوضية مرشدات الشارقة، اليوم ثالث يوم، واليوم بدينا نسوي روبوت جديد. اول يوم سوينا روبوت وحاولنا نبرمجه، وثاني يوم كملنا عليه، واليوم سوينا روبوت جديد. أنا شاركت في ورشة النجارة في مفوضية مرشدات الشارقة، وسوينا اللي هو كيف نلون الخشب وننحته ونزينه ونسوي منه مجسمات. وبعد أن استفدت وايد واستنس في الورشة وتعلمت كتير. مشاهدينا الكرام، الحين بنسير وياكم لتفاصيل أكثر عن برنامج سمارت برين الذي طبعا كان بتنظيم معهد كامبريدج البريطاني في الفجيرة. المزيد من تفاصيل معنا في الاستوديو الدكتور عادل أحمد حسن، المدير التنفيذي لمعهد كامبريدج البريطاني في الفجيرة، والأستاذة إسراء جعفر غرشي، مدير معهد كامبريدج البريطاني في الفجيرة. أهلا وسهلا بكما. نورتونا، يعطيكم العافية. دكتور عادل، بداية بنتكلم أو لو تعطينا نبدأ عن برنامج سمارت برين. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج سمارت برين برنامج الحساب الذهني، يعتمد على مجموعة من القواعد. الغرض منها أو الأهداف اللي بنشودها زيادة التركيز، ويساعد الدارس أو الطفل على الحفظ وتنشيط الذاكرة، خاصة بأنه الأطفال بيجي عندهم شغف كبير على التكنولوجيا، فدخل البرنامج من جانب التكنولوجيا
حتى لا نحرمه من التكنولوجيا. أسقطنا مادة الحساب على التكنولوجيا من خلال البرنامج سمارت برين. نعم. جميل جدا. أستاذة إسراء، يعني ما هي طرق الحساب الذهني الموجودة عندكم؟ اللي هو إحنا عندنا عن طريق الأباكس، هي عبارة عن طريقة إحنا بنستخدم فيها محاكاة للآلة الحاسبة. يعني أنا ببرمج العقل كأني أنا برمجت الآلة الحاسبة، فبخليه إنه استخدم، يعني بخلي إنه الطفل أو الطالب تبع البرنامج الملتحق بالبرنامج يتم عمليات، يعني يتم العمليات الحسابية كأنه الآلة الحاسبة. فهي عبارة عن، يعني إحنا عندنا 8 ليفل، فهي يمكن 8 طرق. جميل. نعم. 8 قواعد. نعم. دكتور عادل، خلينا نتكلم عن العداد الصيني. العداد الصيني الأول أباكس، هو جهاز مصمم من صفوف وأعمدة. نعم. يحاكي في طريقة استخدامه زي ما قال باشمهندس إسراء الآلة الحاسبة. فأنا لما أدرس الطالب القواعد حقة الأباكس تلقائيا أصبح مبرمج تماما كأنه الآلة. أي عملية حسابية يستطيع أن يدل الإجابة بصورة أسرع من الآلة الحاسبة. نعم. كيف يستطيع أستاذ إسراء يعني الطالب استخدام ذهنه دون اللجوء إلى الآلة الحاسبة؟ لأنه أنا ببرمج زي ما قلت عقله بخطوة خطوة. أنا عندي أول حاجة 8 قواعد أساسية للأباكس، 8 قواعد أساسية لاستخدام الأباكس. وزي ما قال دكتور عادل، هو الأباكس مصنع بطريقة معينة بحيث أنه 8 قواعد دي توصلني لمرحلة أنه أنا أبرمج العقل بتاع الطفل بصورة معينة بتديه فرصة أنه يستخدم من خلال الأباكس. طيب كيف يتم برمجة هذا العقل، يعني عقل الطفل كيف يتم برمجته؟ كيف أهيئ الطفل أو الطالب؟ البرنامج شيق أولا حتى يستطيع أنه يجذب الطالب ليه. نعم. حتى لا يمل منه. والأباكس نفسه الجهاز مثير بالنسبة له كجهاز حديث أول مرة يطلع عليه، وكل ما يمشي فيه خطوة بحيث أنه اكتشف عالم جديد بالنسبة له. الرياضيات كانت حاجة مخيفة أو صعبة، يشوف أن الرياضيات أصبحت بالنسبة له سهلة وممتعة، وكمان ممكن يصير على البيت ويبتدي كمان يقارن مع أهله في أنه أصبح أسرع منهم في عملية الحساب. نعم. طبعا هذه الطرق تساعد في تنشيط النصف الأيمن والأيسر للدماغ عند القيام بهذه العمليات الحسابية. كم المدة اللي يحتاجها الطفل مثلا للوصول إلى الليفل المطلوب اللي انتم طبعا تسعون انكم توصلونه؟ هو احنا عندنا مقررات اللي هو كله ليفل عبارة عن 24 ساعة. هو طبعا كله مركز، بس عموما البرنامج عموما مصمم على انه كله ليفل 24 ساعة، ويعتمد ايضا على استيعاب الطفل اتوقع. هو يعتمد على استيعاب الطفل، بس لانه انت بتبدا مع الطفل من البدايه بيكون كلهم على نفس على نفس القاعده. انت ما بتحتاج انه لا ده يجيك مثلا يعني ده ذكي ده اسكى، لا هو في تفاوت اكيد، بس احنا اساسا في النهايه انه احنا بنبدا مع الطفل من الاخر. يعني زي ما سالت الاستاذه انه كيف يتم البرمجه، لانه يعني احنا عندنا شكل معين للارقام غير المداول العادي، عندنا شكل معين. وزي ما نقول هي طريقه مبتكره جديده لعمليات الجمع والطرح والضرب. نعم. والقسمه. نعم. يعني دون العمليات المتعارف عليها. نعم. فممكن يعني نقول انه هو البرنامج عباره عن تجديد في قواعد الرياضيات. نعم. دكتور عادل، خلينا نتعرف اكثر على اسس التدريب على العمليات الحسابيه. أسس التدريب، الأباكس نفسه جهاز، العداد الصيني عنده 8 قواعد. نعم. وكل قاعدة بتخدم جزء من المستوى المطلوب. إحنا عندنا العمليات الحسابية، الجمع والطرح عملية حسابية، القسمة والجمع والطرح عملية، القسمة والضرب عملية، والكسور العشرية. المنهج ده بدأ، هو منهج تايلاندي في مملكة تايلاند، بدأ 1996 وموجود داخل المناهج الدراسية كمقرر. نعم. أثبت جدارته، وحتى انطلق منها إلى 22 دولة. الآن موجود في أوروبا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط، في كل دول العالم، كلها بتتنافس على مجموعة من المسابقات خلال العام.
نعم. أستاذ إسراء، من خلال هذا النظام الحسابي الجديد طبعا شو لاحظتم على الطلبة؟ هل اختلف مثلا يعني أسلوبهم في التعاطي مع هذه المادة حتى لما يروحوا المدرسة؟ هل سهلت عليهم بعض القواعد اللي كانوا ممكن يستصعبونها قبل؟ طبعا أكيد، وبعدين هي كمان زادت التركيز وزادت عندهم سرعة الحفظ والكتابة، لأنه إحنا الطريقة زي ما قلت لك مراعين فيها كثير من البرمجة العقلية، يعني يمكن المبرمجين وبتاعين الحاسوب بيعرفوا اللغة دي، إنه هي البرمجة اللغوية العصبية. إحنا بنستخدم مفاتيح أو كلمات مفتاحية بنضيفها للقواعد، بعدين طرق محددة بتساعد على التركيز والحفظ. يعني إحنا عندنا مثلا جهاز الأباكس بالإضافة للمقرر، المقرر معمول بطريقة إنه باختصار، يعني الطريقة هي عبارة عن أنت بتنقل الرقم، أنت يعني إما شفاهة الرقم، إما يتقال لك شفاهة، إما يكون مكتوب عندك. فالرقم المكتوب أو الرقم شفاهة هو الرقم المتداول مما إحنا قمنا على الماس، بس بالنسبة للأباكس الرقم مختلف، فأنت بتحاول تترجم، بيكون في مجال ما بين الورقة اللي هو قدامه اللي بيكتب عليها وما بين إنه يترجم، ما بين العقل وما بين العقل يدخل، بنعتبرها أداة وحدة إدخال وبنعتبر أباكس وحدة إخراج. نعم. ففي مجال بيكون ما بين التلقي بتاع المعلومة أو تلقي الرقم وما بين ترجمته على الأباكس، لأنه على الأباكس الرقم مختلف تماماً من المتداول. نعم. دكتور عادل، هل هناك في شروط معينة لدخول الطلبة أو مشاركتهم في مثل هذه المسابقات؟ بالنسبة للمسابقات، إحنا عندنا الأعمار من 3 سنين أو 4 سنين على حسب الطالب إلى 15 ده في المسابقة، ولكن هي فكرة ممكن حتى الكبار ممكن يتعلموا السمارت، لكن بالنسبة للأطفال إحنا بنركز من سن 8 سنين، من سن 3 سنين إلى 15 سنة. المنافسات معتمدة على السرعة، إحنا عندنا 120 سؤال في 5 دقائق، كل الطلبة المشاركين في المسابقة هم على المستوى ده، زي الماراثون، من اللي حيفوز بالمراكز الأولى حيقل من 5 دقائق، هم كلهم حيشتغلوا 120 مسألة، لكن في شخص ممكن يحلها، طالب يحلها في 4 دقائق و55 ثانية يفوز بالمركز. سرعة لو لاحظت على أنا لاحظت الدهشة على الفكرة، عادي جدا يعني هم لما يتدربوا يكون عادي جدا. الله يوفقكم إن شاء الله. أنا فعلا الضايج أحيانا عيالي يوم يمتحنون بدون الآلة الحاسبة يقول كيف بيمتحنون وكيف بيحسبون، لأنه ما تعودوا على الاستقبال. تعودوا على السرعة، هو تدريب إن شاء الله، يتدربوا على السرعة، بيتدربوا على بيكون عندهم القواعد. رجعنا لأهالينا قبل، ما كانت في آلة حاسبة ولا شيء، كانوا ما شاء الله بس تعرفون كذي يحاسبون على طول. كان موجود العداد على فكرة، العداد موجود بس الطريقة الاستخدام طورته، في شركات طورته، بس العداد موجود اصلا من زمان يعني. والان في دول على فكره الى الان بتستخدم العداد، ما بتستخدم الاله الحاسبه، منها اليابان. نعم، بتستخدم العداد من غير آلة، ما بتستخدم الاله الحاسبه. نعم طبعا، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، نتمنى ان شاء الله التوفيق، شكرا لكم لكل ما تقدمونه من طبعا دروس تعليميه للطلبه. الدكتور عادل احمد حسن، المدير التنفيذي لمعهد كامبريدج البريطاني في الفجيره، وايضا الاستاذ اسراء جعفر قرشي، مدير معهد كامبريدج البريطاني في الفجيره، شكرا جزيلا لكم. شكرا ورجونا الله يعطيكم العافيه. والحين وصلنا للختام. نعم وصلنا للختام سهام، مشاهدينا وصل تستعيله وايد. مشاهدينا وصلنا للختام، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت. في أمان الله. مع السلامة.